بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. في الصراع العالمي الحالي الكل محتاج إلى تركيا، والكل في نفس الوقت بيمكر بتركيا، والكل في نفس الوقت مش عايز يدي لتركيا قد الشيء اللي هو عايز ياخده من تركيا. ده اللي حاصل الوقت في المنطقة، وده هو سر الصراع في الشمال السوري. تلاقي أمريكا مش عايزة تركيا تخلص من البي واي دي ومن الأحزاب الكردية اللي هي أمريكا بتدعمها وفي نفس الوقت مصنفاها إرهابيا. بل الأعجب أن تلتقي مصلحة أمريكا مع إيران في هذه النقطة. إيران كمان مش عايزة تركيا تقضي على هذه الأحزاب، برغم أن هذه الأحزاب في حد ذاتها كمان خطر على إيران، لكنها خطر على إيران في المرحلة المستقبلية، وتقدر إيران تحتويها لاحقا وتضعفها، لكن هي الخطر الحالي على تركيا. وبعدين تيجي كمان تشوف اليونان داخل في صراع لأن أمريكا بتدفعه، وروسيا كمان اللي هي محتاجة تركيا ومخنوقة بسبب المعارك كمان اللي هي حصلة هنا وهناك، وعليها صراعات اقتصادية، وتركيا هي المنفذ اللي بتتنفس منه، مش هقولك زي الصين بس منفذ قوي جدا برضو، ولكن في نفس الوقت عايزة تاخد من تركيا ومش عايزة تدي لتركيا، لكن تركيا واقفة لهم بالمرصاد وبتنتزع اللي هي عايزاه بالضغوط، وبتهدد كل طرف من الأطراف بشكل أو بآخر. فإيه هو اللي حاصل في شمال سوريا، وإيه هو اللي معرقل الموضوع، والكلام ده كيف نسقطه على الأحداث بتاع شمال سوريا؟ خليك معايا وركز وما تنامش مني عشان الموضوع مهم. الكل يتآمر علي. من فضلك اقرأ التعليق المثبت تحت الفيديو وجزاكم الله خيرا. نتكلم عن روسيا الأول. ايه هي قوة روسيا في المنطقة؟ قوة روسيا ان هي مسيطرة على السماء السورية، يعني ما فيش اي طيارة تقدر تخش وتبرطع في السماء السورية او تضرب إلا بإذن روسي، وده اللي حصل لما روسيا أذنت لإسرائيل إن هي تخش تضرب المطارات، المطار السوري اللي هو مطار دمشق وكده، والقصة اللي حصلت دي. فطبعا تركيا عايزة تفاهم مع روسيا وبتقول لها إحنا متفقين في سوتشي، والتلاتين ميل أو التلاتين كيلومتر في العمق دوت لسه ما تحققوش، وصبرنا عليكم كتير. وروسيا بتستعمل طريقة إيه؟ طريقة التسويف، يعني أيوة لاحقا كده، يعني مش قادرة تقول لها إن أنا مش عايز أوفي بالموضوع ده، لأن تركيا تقلب عليها وتنضم على طول للفريق الغربي ويخنقوها أكتر وأكتر. فروسيا بتحاول إن هي تستفيد بالوقت أكبر قدر ممكن، وفي نفس الوقت إيه تعطل المصالح التركية بأكبر قدر ممكن، لأن روسيا عارفة إن تركيا لو تمكنت كمان هتتحول إلى وحش يرضعها زي ما هو الوقت وحش بيحميها. هتقول لي تركيا بتحمي روسيا؟ أقول لك نعم، كل من تركيا وروسيا هما الاثنين بيحموا بعض من غزو الغرب، وده موضوع اتكلمت فيه من قبل. طيب ايه اللي حاصل الوقت بالضبط؟ ايه هو المطلوب من روسيا؟ المطلوب من روسيا شيء بسيط جدا، هو ان هي ما تحميش السماء السورية من الطيران التركي ومن المسيرات التركية وكده. في هذه الحالة يا ابو الشباب اللي يحصل ان المسيرات التركية هتخش تقضي على كل اشكال الارهاب في المنطقة، وهتخش كمان تقضي على الوجود الإيراني اللي هو قريب جدا من تل رفعت، يمكن 6-7 كيلومترات، يمكن أقل من كده كمان، وقريبين وهم موجودين في منبش كمان وكده. فاللي حميهم في الحقيقة هو الدفاع الجوي الروسي المنتشر في سوريا هنا وهناك، وهو اللي تركيا بتخش بسببه مفاوضات عشان ايه تخش تخلص الموضوع هنا. يعني باختصار الوقت الروس محتاجين الأتراك نعم، لكن مش عايزين يدوهم اي حاجة، او عايزين يدوهم شيء بسيط وما يخلقوش وحش جيوسياسي عسكري عنده قوة عسكرية يتصدى لهم وبعد كده يحرمهم من طموحاتهم المستقبلية. ده اللي روسيا عايزة تعمله. الاتراك فاهمين الموضوع ده وبيستغلوا الصراع العالمي الوقتي، وعارفين ان روسيا الوقتي ما قدمهاش ان هي تعمل اي حاجة،
والحرب الأوكرانية زي ما تركيا حمت الروس فيها وأغلقت البسفور في وجه السفن العسكرية، تقدر تقلب على الروس وتفتح البسفور للأسطول الأمريكي والأساطيل الغربية ويدمروا الروس وتبقى المعركة كبيرة جدا. لكن الأتراك عاملين حساب حاجة كمان، ان الغرب ممكن بعد القضاء على روسيا هيندار على تركيا نفسها. الدنيا ماشية بالشكل ده يا جماعة. فهنا هنا الصراع في الحتة دي روسيا عارفة ان تركيا مش هتقدر تعمل كده عشان خايفة على نفسها في الاخر. وبعدين تركيا بتضغط بقوة. الخلاصة يا ابو الابطال ان ده هو الصراع اللي بين الروس والاتراك. تضيف له كمان جنبه مهم جدا، ايه هو؟ ان روسيا لحد دلوقتي بترفض بشكل خفي القضاء على النفوذ الايراني. ليه بقى؟ لانه روسيا عايزة تلاعب الاتراك بايران. يعني الوقت روسيا لو سمحت بالقضاء على النفوذ الايراني، النتيجة اللي هتحصل ايه؟ النتيجة اللي هتحصل ان تركيا هتتمكن اكتر في المنطقة، ومن وجهة نظر الروس ان هي لما تتمكن اكتر شروطها هتزيد، وهتخاف روسيا من توغل تركيا في وسط اسيا، وفي دول ناطقة بالتركي كثير في المنطقة ديت، وروسيا فهم الموضوع وهتنتزع الدول ديت من نفوذ روسيا لاحقا. يعني روسيا فهم الموضوع ده، فهي شايفة ان هو الوقت التخلي عن ايران معناه ايه؟ معناه فتح الباب للاتراك ان هم يتوسعوا وينقذوا الدول التركية من الاحتلال الروسي اللي شغال هناك. فروسيا كمان فاهمة الموضوع ده بشكل جيد. لكن تركيا كمان عندها أوراق قوية جدا، وبتستغل الصراع العالمي ضد الروس. وروسيا الوقت عليها ان هي لازم تتخلى عن إيران بشكل من الأشكال. مش بقولها تتخلى عن إيران ان إيران سيتم تفكيكها، لكن هيتم قص أظافرها، يعني هيتم تقليم أظافرها، يعني هيتم نزع القوة الضاربة من إيران وتبقى دولة عادية في مستوى عادي، لأن هي استفحلت. واللي خلى إيران استفحلت هي روسيا، واللي خلى روسيا تجعل إيران تستفحل هو الحصار الأمريكي اللي حصل على روسيا من حوالي 20 أو 25 سنة بعد انهيار الاتحاد السوفيتي في 1991. واللي خلاهم عملوا كده انه الأمريكان ما كانوش مكتفين بكده، لأن الأمريكان جم بنفسهم على العراق. الناس متهالهم أن الأمريكان كانوا جايين على العراق عشان يسرقوا البترول. الكلام ده جزء من الحقيقة، مش كل الحقيقة. الحقيقة أن هم كانوا جايين على العراق وعايزين بقى يجيبوا المرتزقة، وعايزين يجيبوا جنود من الدول العربية هنا وهناك، وعايزين يخلصوا من إيران بشكل كامل، وبعد كده يخشوا على حصار الروس من جوه. روسيا كانت صاحية للموضوع ده، ووراهم الصين صاحيين للموضوع ده، وهم اللي دعموا إيران بقوة وخلوا أمريكا غصب عنها إن هي تتفاوض مع إيران وتتفق مع إيران وتقول لهم إن إحنا في العراق مع بعضينا، مفيش داعي للحرب، خلينا نسرق مع بعضينا، والعراق مليان خيرات فخلينا نسرق مع بعضينا ودعكم من الحرب، لانه حتى لو انتوا حاربتونا وكسبتوا هتحققوا الاهداف الروسية، وبعد كده روسيا هتنقلب عليكم. وكان معهم حق في هذه النصيحة، مهم الاعداء بينصحوا بعضهم. لذلك انت تلاقي ايران مرة تتفق مع الامريكان ومرة تنقلب على الامريكان حسب المصالح، وكانت بتلعب بالروس شوية وتلعب بالأمريكان شوية، لأن هي كانت بتستفيد من الصراع العالمي، مش لأن هي ذكية ولا حاجة. لكن في كل الأحوال الصراع الإيراني هو ضد المسلمين على طول السنة، وبيتأمروا على المسلمين السنة مش النهاردة بس، ده على مدار التاريخ. فخليني أرجع للموضوع وأقول لك إن الوقت هيبقى العرض التركي للروس، هيقول لهم الوقت أنتوا أمامكم حاجة من اتنين: إما أن أنتوا تكونوا معانا حلفاء موثوق فيهم، وبالتالي هنكمل المشوار بتاعنا وهندعمكم أكتر خارج الحدود، وهتفضلوا ضمنين المرور من المضائق المائية التركية بسلام، وهيبقى فيه بينا توسع كبير، وأصلا هنخرب بيت أم الصهاينة في إفريقيا، بل في أمريكا اللاتينية كمان، بل في أسيا بما فيها استراليا ونيوزيلاند. يعني لو مشيتوا معانا على السليم هنمشي في هذا المنطلق.
لكن لو ما مشيتوش معانا على السليم فاحنا الوقت ممكن بكل سهولة نبيعكم للغرب، والغرب هيخلينا هيدينا اللي احنا عايزينه، وبعد كده هنقضي على ايران بشكل كامل. انتوا مش راضيين ان احنا نقضي عليها بشكل جزئي، طبعا مش بالحرب لكن بطرق تانية مختلفة، كلها تفكيكات مخابراتية ومظاهرات داخلية وتخريب ومش عارف ايه، وتركيا مش تعمل اصلا الحاجات دي. ما تركيا لما بتيجي عايزة تعمل حاجة تغضب الروس بتحيلها للامريكان، والامريكان هم اللي يخشوا في المواجهة. لما بتيجي عايزة تعمل حاجة تغضب الامريكان بتحيلها الى الروس، والروس هم اللي بيدخلوا في المواجهة. فخلاصة الامر ده هيكون العرض التركي الوقتي على روسيا، هيقول لهم احنا هنعمل كده، ولو ما قبلتوش العرض بتاعنا دوت فانتوا كده يبقى انتوا عايزين تحوشوا ايران وتدخروا ايران وتدعموا ايران، عشان بعد ما نحميكم من الغرب ترجعوا انكم انتوا تسلطوا علينا الايرانيين وتضغطوا علينا بالايرانيين مرة تانية. احنا ما بنشربش عصير جزم، احنا مش هناكل من الموضوع ده، احنا مش هنقبل هذا الوضع. فخلاصة الخطة الروسية ان هي صح بتقوي تركيا وبتحمي تركيا من هجوم غربي شامل وكاسح وكده، لكن في نفس الوقت عايزة ان هي تستعمل تركيا مش ان هي تتحالف معاها. يعني عايزة بعد ما تقوي تركيا والامور ديت ايه اللي يحصل؟ تهدد تركيا بايران، وبالتالي تبقى خيوط اللعبة في يد الروس. فتركيا طبعا منتبهة للموضوع ده وبتشترط على الروس في غرف المخابرات المظلمة. هتقول لي عرفت ازاي؟ اقول لك استنتاجا، لان الاستنتاج دوت من اصول المنطق. استنتاجا يا سيدي ان تركيا عايزة تتخلص من القوة الايرانية، بل ان روسيا نفسها عايزة تمنع ايران من امتلاك القنبلة النووية، لان دي كارثة في حد ذاتها فوق دماغ الروس كمان. يعني الموضوع مش بسيط. فخلاصة الامر تركيا لن تسمح لروسيا ان هي تستعملها وفي نفس الوقت تحتفظ بايران، عشان بعد كده في المستقبل تضرب تركيا بايران. عمر تركيا ما هتقع في هذا الخطأ ولا هتقبل الموضوع ده، ولذلك الموضوع الوقت فيه حزم وفيه صرامة وفيه عقلانية وفيه استغلال للصراع العالمي على الوجه الأكمل. في وسط هذه الصراعات الخفية الأمريكان كمان قرئين هذه الصراعات ومنتظرين أن يحصل شر بين الأتراك وبين الروس، أو على الأقل فك للتحالف، ولكن هذا الأمر أعتقد أنه هو بعيد المنال. فالامريكان بيعملوا ايه؟ بيضغطوا اكتر على الاتراك وبيقولوا لهم يعني خلاص انتوا تضمنوا الامن الحدود بتاعكم، واحنا هندي اوامر للاكراد اللي هي الاحزاب الكردية المولية الامريكا، هندي لهم اوامر ان هم ما يحتكوش بيكم، ما يطلقوش قذائف ناحيتكم، ما يعملوش ما يسبوش. لكن اردوغان مش عايز السرطان ده يبقى في الشمال السوري، وعنده اتفاقية محددة هي ايه؟ اقامة المنطقة العازلة الامنة للسوريين بعمق 30 متر، بعمق 30 كيلو متر من الحدود التركية، يعني من اول كده اقصى الشرق لحد اقصى الغرب لحد البحر المتوسط، نفذوا تقريبا جزء النصف المساحة والنصف الثاني او اكتر من النصف، الشوية الباقيين هم بقى ايه اللي هم بتوع منبج وتل رفعت وكام قرية كده، دول يا سيدي اللي هم الدور جاي عليهم حوالي 20-30 منطقة. طبعا ايران عمالة تصرخ من الموضوع ده، لانه المنطقة ديت لو تم تحريرها بهذا الشكل وهيتمدد عليها الجيش السوري الوطني اللي هو مش بتاع بشار، بتاع بشار اسمه الجيش السوري، الجيش العربي السوري او كده، هو لا عربي ولا بتاع، هو اسمه سميه جيش بشار، فمش جيش بشار طبعا، انا بتكلم على الجيش الوطني السوري اللي هي كونته المعارضة المسلحة في شمال سوريا، طبعا بدعم تركي وبتسليح تركي وبإنفاق تركي، يعني دعم تركي شامل وكامل. فخلاصة الموضوع في هذه النقطة، لو المسألة دي تمت هتستفحل أكتر، وعدد الجنود هيبقى مضاعف والتسليح هيبقى مضاعف، وأصلا الأتراك أعلنوها صراحة
قال لك ان احنا بنحرر المناطق ديت عشان هنبني 250 الف مسكن للسوريين لعودة السوريين طواعية من تركيا. طب ايه الكلام ده المعلن، لكن عايزين نعرف بقى ايه هو الخفي من الكلام ده. الخفي من الكلام ده طبعا ان اللي هيرجعوا لشمال سوريا هم الناس اللي هيرجعوا هيشيلوا سلاح، او اسر الناس اللي هترجع تشيل سلاح. يعني هتلاقي في كل بيت من البيوت ديت يا اما شخص يا اما اكتر من شخص هتلاقيه بيحمل السلاح في الجيش السوري الوطني. وطبعا هيعملوا منطقة صناعية، دي كمان اعلنوا عليها الاتراك، واعلنوا ان هم هيتبادلوا معهم، يعملوا معهم تبادل تجاري كبير. لانك انت اما تيجي تفتح منطقة جديدة لازم توفر فرص عمل، ولازم توفر انتاج، ولازم توفر حاجات كتير. يعني ما ينفعش تيجي تبني 250 الف او 300 الف بيت وبعد كده تيجي الناس تقعد وبس. الناس هتقعد تعمل ايه؟ الناس عايزة تشتغل، والناس عايزة تزرع، والناس عايزة تشوف مصالحها، والناس عايزة تنتج، والناس عايزين يتقدموا وعايزين يعملوا حاجات زي كده. هو طبعا تركيا جزاء الله خيرا محدش عمل الموضوع ده اصلا في كل العرب، ومحدش عمله هنا ولا هناك الا هي تركيا فقط، فجزاهم الله خيرا الاتراك. لكن انا اقول لك الاهداف عسكرية، والجيش ده لو حصل هيبقى جيش مؤهل ان هو يمسح الدول العربية كلها، مش جيش مؤهل ان هو يمسح بشار الاسد بس، ده هيبقى جيش مسلح بالمسيرات التركية، بالمدافع التركية، بالتقنية العسكرية التركية، الصواريخ والمش عارف ايه دنيا. وبعدين الاقمار الصناعية التركية هتخدمه، والدعم المخابراتي هيجيله من تركيا. يعني هيبقى جيش مش زي جيوش السبانخ والكفتة والسمك بتوع السيسي وبتوع العالم دي. الجيوش العربية دي علينا يا جماعة ما هيش جيوش، لازم تحط في دماغك كده، دول ما همش جيوش وعمرهم ما كانوا جيوش، دول هم مجرد كلاب حراسة على المسلمين بيضربونا عشان يركعونا وعشان يفتحوا البلاد للشركات الأمريكية والغربية تنهب ثروات البلاد، ومحدش يقدر يفتح بقه ولا حد يقدر يتكلم. ده يا جماعة هو الجيوش العربية من ساعة ما تهزمنا في الحرب العالمية الأولى، حتى من قبليها كانوا بيلعبوا بينا، بس الكارثة اللي جت بوضوح كبير جدا بعد الهزيمة، والجيوش دي تحولت من جيوش، لأنهم لما دخلوا انجلترا وفرنسا عندهم طبعا كشوفات بالمخلصين قتلوهم كلهم وجابوا بعد كده بقى العبيد، وعندهم العبيد اللي هم ايه اللي هم الخونة اللي هم من ايام محمد علي. هتقول لي يا عم 150 سنة ولا 120 سنة بينهم، ايه اللي خلاهم؟ اقول لك ما هم اولادهم، صدقني بياخدوا اولادهم وبياخدوا اولاد اولادهم وبياخدوا اولاد اولاد اولادهم. المجند العادي ده بيخش غصب عنه يؤدي خدمة عسكرية ويمشي، ملوش اي قيمة في الجيش غير ان هو يموت لما يكونوا عايزين حد يموت بس. لكن القادة هتلاقيهم ماشيين بهذا الشكل، يا اما جايبينهم طابور خامس اصلا من بره زي جمال عبد الناصر كان طابور خامس، السيسي طابور خامس، زي محمد علي نفسه، محمد علي باشا هو اصلا الباني ارناؤوطي، وجاء هو حكم مصر، ولما حكم مصر جايب خطة فرنسية، وبعد كده ولاده الاسرة اللي هم بيسموها الاسرة العلوية نسبة لمحمد علي مش نسبة لسيدنا علي، فهذه الأسرة حكمت مصر كتير جدا وكلهم مش مصريين أصلا، لأنه طابور خامس فرنسا فرضته بالقوة على المصريين، وبعد كده جم الإنجليز استعملوهم، وبعد كده أي حد بيجي معاه القوة بيستعملهم، وبعد كده لما بقى أصبح فيه خونة محليين، يعني بدل ما بقى الخونة الوقت يجيبوهم من برا وكده وتعب ومش عارف إيه وأسرار وشغل مخابرات كتير وبتاع، بقى لا ياخد بقى الخونة محليين اللي هم مصريين فعلا وكانوا عايشين في مصر فترة طويلة هم وأجدادهم. فخلاصة الموضوع يا جماعة انه الجيوش هذه مش جيوش عشان تحميكم، والله العظيم قالها الشيخ سيد قطب، قال الشيخ سيد قطب قال لهم لا تظنوا ان هذه الجيوش العربية ستحارب اسرائيل او انها ستحميكم او تحمي ابنائكم، بل انها لقتلكم ولقتل ابنائكم، رحمة الله على الشيخ سيد قطب كان فاهم الموضوع وعشان كده قتلوه. الان طبعا هتحصل تهديدات في غرف المخابرات المظلمة بدون شك. فمثلا من التهديدات اللي هيحصل انه امريكا بدعم تركي
هيهددوا الروس ان هم يروحوا يدخلوا لهم بقى من ناحية ايران كمان. يعني الوقت انتوا عارفين ان الوقت في 10 دول عربية عاملة شبكة دفاع جوي بقيادة اسرائيل، يعني اسرائيل وكلابها من العرب دول. يعني فكر انت ليه هو الوقت الدفاع الجوي؟ ما انتوا ليكوا 40-70 سنة بتقولوا ان انتوا بتبيعوا دفاع جوي للدول العربية بمئات المليارات ونهبين فلوس كتيرة بالشكل ده. انا اقول لك لان كل السلاح اللي تم بيعه للعرب في الفترة اللي فاتت سلاح منزوع الدسم، سلاح ملوش اي قيمة، سلاح لا يصلح لاي شيء. والدليل على كده شوف السعودية انفقت المليارات مئات المليارات وفي نهاية المطاف مش قادرة تحمي شركة زي ارامكو من صواريخ بسيطة جدا زي بتاع الحوثي وكده. فلك ان تتخيل ازاي المليارات دي تتصرف والوضع يكون فوضوي ويكون فيه الهرجلة بالشكل ده. فاللي هيحصل دلوقتي ايه؟ اللي هيحصل دلوقتي حماية الدفاعات الجوية بالذات للدول العربية المواجهة بشكل مبدئي لإيران. وكمان مش هيكتفوا بحماية الدفاعات الجوية او حماية الاجواء فقط، لان المسافة قريبة والمسافة القريبة دي ما بتديش فرصة للدفاع الجوي بشكل كافي ان هو يسقط الصواريخ قبل وصولها لاهدافها، لكن مع كثافة الدفاع الجوي وكده ممكن يسقط كمية لا بأس، لكن بدون شك اللي هيعدي هيخرب الدنيا وهتبقى فيه خسائر جامدة. فالردع الامريكي قائم الوقت على ايه؟ مش على الدفاعات الجوية بس اللي هي معلن عنها، لا، قائم بقى على ردع ايه؟ التصعيد سوف يقابله تصعيد مدمر ساحق ماحق. هدي لك مثال يوضح لك الموضوع. تخيل مثلا ان واحد جاء اخدم على انه يضرب عيل صغير بدون شك يقدر يضربه، لكن جاء واحد قال له خد بالك لحسن ده ابوه بطل في المصارعة او بطل في البوكس او كده، هيحصل عند الرجل ده عملية ردع وهيرتدع بدون شك. اطبق لك المثال ده على الواقع، اللي هيحصل بقى للتهديد، التهديد لإيران هيكون على الشكل التالي. الامريكان هيقولوا لهم احنا عارفين ان انتوا ممكن تضربوا صواريخ على قطر وتضربوا صواريخ على الامارات وعلى الاسطول الخامس الامريكي عند جلالة الملك البهنساوي في البحرين، وممكن كمان تضربوا على الكويت. السعودية هتكون بعيدة وهتكون محمية الى درجة كبيرة لان الصاروخ عايز يمشي مسافة كبيرة لحد ما يوصل للرياض، بس ممكن يضربوا البلاد القريبة وكده. فالامريكان هيقول لهم احنا عارفين ان انتوا تقدروا تضربوا المناطق دي، فاحنا الوقت اللي هيحصل لو انتوا ضربتوا المناطق دي معناها ان ده تصعيد منكم. يعني الامريكان هيقولوا للايرانيين ايه؟ اقبلوا مننا ان احنا نضربكم ونضرب النووي بتاعكم في هدوء وفي صمت، ولكن لو انتوا عملتوا ردة فعل ان انتوا تضربوا الدول الخليجية والعواصم الخليجية القريبة منكم، فالنتيجة اللي هتحصل ان احنا ردة الفعل بتاعتنا هتكون ساحقة ماحقة. ازاي ساحقة ماحقة؟ يعني لو انتوا ضربتوا دول احنا مش هنيجي نضربكم وبس، ولا نضرب النووي بتاعكم وبس، انما اللي هيحصل ايه؟ ان احنا هنضرب ايران ضربة زي اللي ضربوها لصدام في حرب الخليج. يعني ترجع ايران كوم من الزبالة وكوم من الحطام وتروح تعتقل الساسة الدجالين الكبار بتوع العمائم السوداء اللي هناك وكده، ودول طبعا عمرهم ما يضحوا بحياتهم مش هيفكروا في العند. فطبعا لما يجي التهديد لإيران كده يقولك طب هم هيضربوا عندنا النووي احنا هنرد بهذا الشكل، هيروحوا هم ردين بهذا التصعيد الرهيب جدا، طب احنا هنعمل ايه؟ ما قدامهمش غير ان هم يسلطوا الحزب اللبناني ان هو يضرب اسرائيل من لبنان. عشان كده في صواريخ اسرائيلية ضربت المطار بتاع دمشق، وفي شغل كتير بقى يا جماعة في الخفاء الناس مش عارفاه، والسيسي ما بيسمحش بمرور السفن الإيرانية من قناة السويس إلا بعد تفتيش جامد، وأمور كثيرة جدا في المسألة العسكرة والأمور ديت. فمسألة مهيش سهلة، مسألة في منتهى التعقيد. فإيران أعتقد سيكون أمامها الوقت إن هي لازم تعرف حجمها الحقيقي. ايران مش هتقدر ان هي تصعد. طيب هتقولي ما هي روسيا هتدافع عن ايران، اقول لك معك الف حق، لكن هيجي تهديد تركي للروس ان انتوا لو انقصتم ايران في هذه المرة هيكون فراق بيننا وبينكم، وبالتالي روسيا هتكون يعني خلاص
بتختار، يا إما تختار الأتراك يا إما تختار الإيرانيين، لكن ما تقدرش تحتفظ بيهم هما الاثنين، تستعمل الأتراك وقت ما هي عايزة وبعدين في المستقبل تستعمل الإيرانيين في ضرب الأتراك، زي ما على مدار التاريخ كل عدو بيجي بيستعمل الفرس المجوس في ضرب العرب والمسلمين، ده على مدار التاريخ، لدرجة أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه يقول عليهم إيه، يقول على المجوس الفرس، دول بيسميهم الشيعة أنا بسميهم الفرس المجوس، يقول الشيعة مع كل عدو على المسلمين، ودي تاريخيا ثابتة. خد بالك أنت في تاريخ الدول الشيعية مفيش ولا دولة شيعية هاجمت دولة إلا سنية وبس، يعني ما تلاقيش الشيعة مثلا فتحوا مثلا البلد الفلانية أو كده. أنا بتحدى الشيعة على مدار التاريخ واحد فيهم يقف يقول لي لأ احنا فتحنا البلد الفلانية او ان احنا قاتلنا في المكان الفلاني او عملنا كذا، حصريا مفيش، كان كل همهم هو التشييع العالم الاسلامي السني، وكانوا بيلقوا دعم من الصين وبيلقوا دعم من الروم وبيلقوا دعم من كل العالم على الموضوع ده. ليه هم بيلقوا هذا الدعم؟ لان هم التانيين بيحبوا الشيعة؟ لأ، لأن التانيين كانوا بيختاروا بين السيء والأسوأ منه، يعني كانوا بيختاروا هل يعلو الشيعة ويقدروا يتفاهموا معاهم وفي تقية وممكن يضللوا وممكن مش عارفيه ده النظام اللي ممكن يمشي في الحالة دي، ولا يختاروا أهل السنة حيث التاريخ كله حرب وانتصارات وحرب وعدالة وحرب فكرية مش قادرين عليها الغرب ولا الشرق وكده. فطبعا يقول لك لا 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 مش عايزين ناحية أهل السنة دي خلص، ده يخرب الدنيا، خلينا نقوي عليهم الشيعة. لأنه كانت الخطوة الثالثة بقى، يعني الخطوة الأولى صناعة الشيعة، الخطوة الثانية تقوية الشيعة وتسيطر على العالم الإسلامي، الخطوة الثالثة بقى تحصل حرب فكرية على الإسلام على أن الإسلام هو الشيعة، فيجي أي واحد في العالم يقول للمسلمين إيه التخاريف اللي أنتوا بتخرفوها دي، إيه الأبواب الأربعة، وإيه الرجل اللي مستخبي 2000 سنة ولا 1000 سنة في التاريخ، وإيه هو مع إيه التخريف اللي أنتوا بتقولوه ده، إيه ولاية الفقيه وولاية مش عارفة، كلها أمور غير عقلية. فيكون هزيمة الإسلام على إنه هو التشيع والشيعة يكون عند الغرب أسهل 1000 مرة من إن هم يهزموا الإسلام السني اللي هو يغلب عليه العقل والمنطق ويغلب عليه الأمور دي. حتى المستشرقين الغرب يقولوا أنه لو يوجد الشخص المثقف اللي هو عنده دراية صاحب الإسلام اللي عنده قدرة على الشرح وتوصيل الكلام، ما يستطيع أي أحد منا إن هو يقف أمامه، لأن هم المنطق والعقل في صفوفهم. معلش خرجت عن الموضوع شوية، لكن عايز أختم بشرح مبسط في لشرق البحر المتوسط. أنتوا عارفين إن أمريكا متمركزة بشكل كبير جدا في اليونان وفي جزر حواليها وكده، وعارفين كمان ان اليونان بتسلح جزر ممنوع تسليحها اصلا بناء على المعاهدات المبرمة سابقا، وبالتالي دي مخالفات واضحة لم تقدم عليها اليونان من ساعة المعاهدات دي الا في الايام اللي احنا فيها فقط. فطبعا الشخص لما ينظر الى هذا الامر يعتقد ان المستهدف تركيا، اقول لك نعم انا معك ان المستهدف ممكن يكون تركيا، ولكن ده مش الاحتمال الوحيد، ده المستهدف الاول ممكن يكون تركيا، المستهدف المحتمل ممكن تكون سوريا ولبنان وحزب ايران في لبنان للتهديد وللوعيد، يعني برضو تحقيق رضع بضرب ساحق باحق على نفس السياسة اللي انا شرحتها لك من قبل، يعني هيقولوا لاعضاء حزب الله في لبنان لو سمعتوا كلام الإدارة الإيرانية وأطلقتم الصواريخ، ده الأمريكان اللي هيقولوا، وأطلقتم الصواريخ على إسرائيل فممكن صح هتعملوا خراب كتير هناك، لكن النتيجة إن احنا هنعتقلكم واحد واحد وهنطلع ندك جميع المواقع بتاعتكم وهنمسككم شخص بعد شخص. وخد بالك إن حزب الله الإيراني في لبنان هذا الحزب متكون بناء على قانون العصابة، يعني ما هوش عقائدي زي ما انت فاهم، ده لو حزب عقائدي ما كانش أسرف في القتل، ولو حزب عقائدي ما كانش زرع مخدرات، ولو حزب عقائدي ما كانش يتصرف بهذه الطريقة. الحزب ده متكون بناء على قانون العصابة، يعني ايه؟ يعني كل عضو في حزب إيران في لبنان
عايز ثلاث أشياء من إيران، إيران محققاهم لحد دلوقتي. إيه هي الثلاث أشياء دي؟ الشيء الأول إن هم يدعموه فيأكل ويشرب كويس ومبسوط وبيحشش وبيعكرت وكذا مش عارفين الأمور دي، ده عايزين إيه؟ ده طلب إيران موفراه بشكل جيد. الطلب الثاني إيه؟ إن هم يردعوه. يردعوه يعني إيه؟ يعني يخوفوه تخويف حقيقي من شر حقيقي أو من تهديد حقيقي، إن هم يقدروا يقتلوه أو يلحقوا به أذى جامد أو كده، وبالتالي يفضل ان هو لا يفكر في التمرد عليهم، فيطمعوه في المال من ناحية، ومن ناحية تانية يخوفوه تخويف حقيقي بحيث ان هو لا يفكر في التمرد عليهم. والتالتة بقى اللي هي مهمة جدا هي ايه؟ ان هم يوفروا له الحماية، يعني اما يرتكب جرائم محدش يحاكمه ولا حد يوديه محكمة. عشان كده ايران حمت الذين قتلوا رفيق الحريري، وطبعا حافظ الاسد بقى والقصة القديمة وكده. فطبعا ايران موفرة التلات بنود دية الوقتي، فاللي هيحصل ايه الوقتي؟ التمركز الرهيب للامريكان والانجليز في قبرص واليونان وفي شرق البحر المتوسط هيهدد الحزب، فهيكسر الجانب الثالث اللي هو ايه؟ اللي هو ايران بقى مش هتقدر ان هي توفر له الحماية من الافلات من العقاب زي ما الامريكان موفرينها لاسرائيل كده. فالوقتي هيكون متوجه لقادة حزب ايران في لبنان وللجنود العادية بشكل كبير، هيبينوا لهم حجم القوات اللي مستنية، وهيقول لهم تسمعوا كلام ايران معناها تنتظروا مننا ضرب شرس جدا وقصف بالتوماهوك وقصف بالطيران المسير الامريكي اللي هو ما يقلش كفاءة عن الطيران المسير التركي، وهنعمل فيكم وهنسوي البوارج اللي هي البواخر الحربية هنا وهناك، يعني هنمسحكم مسح. يعني لما هتسمعوا كلام ايران وهتضربوا، النتيجة الطبيعية ان كل واحد فيكم هيموت او هيتم اعتقاله وهيتم محاسبته وياخد اعدام او يؤدي بقية عمره في السجون بتاع جوانتانامو والامور اللي امريكا بتعملها ديت وكده. فطبعا الوقت اللي حاصل ان في اوساط حزب ايران في لبنان مرعوبين بمعنى الكلمة، ده كلام من اللي هو المنشق عن حزب الله على اليوتيوب، بيقول لك ان العناصر هناك ممتلئين رعب وهناك ذعر غير عادي بين صفوفهم وكده. وطبعا هو ادرى ببلاده وعارف الاجواء الداخلية عاملة ازاي. فطبعا التواجد الامريكي زي ما هو ممكن يستهدف تركيا ممكن يستهدف حزب ايران في لبنان، وبالتالي ايران هتفقد القدرة على الردع بينها وبين اسرائيل، وبالتالي سوف يتحقق ضرب ايران وهي في بلادها، او ان هي قدامها ان هي ترضخ بشكل كامل لشروط الامم المتحدة اللي هي تحت سيطرة امريكا، وحكاية البتاعة بتاع الطاقة دي الطاقة النووية والمراقبة النووية ومنع الانتشار النووي وكده، وهينزع منهم كل شيء بدون ادنى شك وبدون مبالغة في هذه المسألة. فده الوقت الشيء اللي هو موجود. كمان التواجد الامريكي الرهيب جدا في شرق المتوسط زي ما هو ممكن يكون موجه ضد تركيا، وممكن يكون لردع وتخويف حزب ايران في لبنان عشان ما يسمعوش كلام ايران وياخدوا اي اتجاه ويذوبوا في الجيش اللبناني. ممكن كمان هو لتخويف روسيا نفسها، وطبعا بقى عشان اكلمك على تخويف روسيا نفسها دي عايزة قصة حزينة، وده هيخلي تركيا تهدد روسيا بشكل اكبر، او من غير ما تهددها روسيا هتستشعر ان تركيا ممكن تعمل كده، فهي تقرأ الرسالة المبطنة من دون ما تركيا تقوم باي تهديد او كده. اعتقد هو ده الوضع اللي شغال الان، والسلام عليكم.